تحياتي أصدقائي، خليل الشلتح معكم في إصدار جديد نزلته لتطبيق تحميل الفيديوهات من كافة مواقع السوشيال ميديا خصوصا التيك توك بدون حقوق وبدون علامة مائية. فالنسخة القديمة اللي عندك كالمعتاد لما أنت كنت تروح بدك تحمل أي صورة من إنستغرام أو فيديو وتختار تطبيق حمل راح يطلع لك إشعار إنه في إصدار جديد، طبعا قرأ أوكي لحتى تحمله. بعد ما تفتح معك الصفحة تنزل لغاية لما توصل خانة التحميل اللي هي هاي الخانة، بدك تستنى 3 دقائق لتفعيل التحميل أو بتعمل مشاركة لتخطي الانتظار. خلينا نعمل مشاركة نتخطى الانتظار. تفتح معك صفحة الفيسبوك، بتنقر آخر شيء على كلمة بوست حتى تعمل مشاركة على الفيسبوك. مباشرة بعد ما تطلع هاي الرسالة ثانك يو وعداد أسفل بترجع على الصفحة السابقة وبتلاحظ إنه عندك خيار تحميل الآن، بتنقر عليه. تفتح معك الصفحة التالية، بتنزل آخر شيء لغاية لما توصل الخيار الأحمر Add Untrusted Shortcut. طبعاً بيجيك Replace، بتختار الكلمة الحمراء Replace لحتى تستبدل الإصدار القديم بالإصدار الجديد، وهيك بصير عندك الاختصار الجديد تم تحديثه. فبعدها تقدر أنت تستخدم الاختصار الجديد من خلال أنك أول شيء توافق على بعض الخطوات كالمعتاد. هيك تم تحميل الصورة لألبوم الصور. راح أضيف لكم فيديو يوتيوب لشرح تحميل الاختصار بدل عملية التحديث إذا في حال إنه مش موجود عندك في التعليقات.